أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. وإحنا طبعا تكلمنا عن مجلة الصقر في عام يوليو 1978 في الحلقة الماضية، صحيح. تتويج منتخب الأرجنتين. الحقيقة يعني ما أسعفنا الوقت في أن نستعرض. طبعاً أنا شفت المجلة، مجلة ثرية يعني. تسوى فعلاً يعني. صحيح تسوى. يعني نشرك سادة المشاهدين في الصور يعني الجميلة اللي تحتويها المجلة. طبعاً مثل ما قلنا 78 الأرجنتين لأول مرة تحرز اللقب في البطولة 11 التي قيمت في الأرجنتين في بوينس آيرس. طبعاً الكل يعرف هولندا تصل نهائي المرة الثانية وتخسر أمام الدولة المضيفة للمرة الثانية على التوالي. مشاركة منتخب التونسي في كأس العالم وفوزه على المكسيك 3-1 وقدم عروض جدا راقية. مشاركة منتخب الإيراني لأول مرة أيضا في كأس العالم ومثلا عن آسيا وعن قيانوسيا مع أستراليا. أيضا البطولة شهدت خسارة اللقب وخروج مذل للفريق الألماني تحت قيادة وآخر يعني آخر قيادة للمدرب الألماني هيلموت شون. نعم طبعا هذا العدد اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، بسر الله حاملا كأس العالم محمولا على الأعناق. طبعا راح نستكمل الصفحة اللي وقفنا عندها انه فيها صور جميلة. طبعا هذا فريق تونس رفع روسنا وأكد حسن تمثيله للكرة العربية والأفريقية. هذه صور طبعا لبعض نجوم منتخب تونس. نجم خط الوسط التونسي خالد القاسمي ظهر بمجهوده الكبير، والكعبي ظهير تونس الأيسر كعبي حرز هدف جميل جدا في مرمى المكسيك. نعم تألق في مباراة المكسيك وسجل هدفا جميلا من تسديدة صاروخية. طبعا هني سيب ماير يقتنص الكرة من شارماك في حراسة فوغتس، وشارماك بولندي محاصر بين فوغتس وكالتز من دفاع ألمانيا. انتهت المباراة بالتعادل 0-0. 0-0 صحيح. هذه طبعا صور يعني. سيب ماير أحد نجوم 74. نعم. اللي شاركوا في كأس العالم 74. طبعا هذه صورة لعتوجة. عتوجة. عتوجة. سمونه مثلا الإخوان المصريين عتوقة. نعم. وإحنا نسميه عتوجة يحول قاف جيم بالكويت. أي صح. حارس مرمى ورئيس فريق تونس لم يلعب، فتألق الحارس الصاعد مختار النايلي. مختار النايلي كان حراس مميزين. نعم. وبالفعل برز في البطولة معنا في التصفيات أمام مصر قبل أبلع حسن عتوغة يعني، وكان من أفضل حراس المرمى. المجنون مرشح لحراسة مرمى منتخب العالم، من هو المجنون؟ من اللي هو شماخة؟ إيش اسمه؟ كوديجا حارس مرمى البيرو، ويلقب ويغبون جمهوره باسم الشهرة المجنون، ويبدو أن اسم على مسمى ويناسبه تماما. ففي مباراة فريقة ضد بولندا في دور الثمانية تقدم خلف لاعبين وفي منتصف الملعب وترك مرمى خاليا دون أي اعتبار يعني خطورة تصرفه لهوج، يعني كان يطلع وايد من المرمى لذلك. فهذا طبعا رئيس نادي الماء سويدي هذا طبعا فيشر لم يستطع أن يملأ الفراغ اللي تركه غياب جيرد بولر في هجوم ألمانيا الغربية. وتحت روني هيلستروم حارس مرمى سويد يبعد كرة من أمام ثلاثة من مهاجمي البرازيل. طبعا فيشر نجم شالكة، واللي حل من بعد جيرد مولر تشارك في بطولتين اللي كاس العالم 78 وكان يقدم عروض ما تليق في المنتخب الألماني، لكن في 82 استطاع أن يحرز هدف جميل جدا في مرمى فرنسا وصلوا للنهائي. هذه طبعا صورة لنجم فريق بيرو كوبلياس كوبلياس هداف دور 16
اشترى نادي كوزموس الأمريكي، هذه طبعا صورته. كوبيلياس هذا من النجوم المميزين، شارك في كأس العالم سنة 70 و78 أيضا، لكن أبو غازي وصلنا للفاصل، إيش رأيك نطلع فاصل؟ إن شاء الله، إن شاء الله. بعدين نتابع بقية حلقتنا. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول عن نجم بيرو أو هداف الدور 16 عدل؟ نعم. لكن البطولة طبعا حسم لقب الهداف كانت منافسة يعني بين نجم هولندا أنسنبرغ وأيضا نجم الأرجنتين اللي هو ماريو كيمبس، استطاع ماريو كيمبس أن يحرز اللقب برصيد 6 أهداف وفرق هدف عن الهولندي. ايضا بوغازي كرانكل كان هداف. نعم. مال منتخب فرنسا، هداف النمسا قصدي. طبعا نختم بهالصوره كاس العالم 78 او الملحق اللي طبعا وثقت جريده او مجله الصقر الرياضيه. راف حارس مرمى اسكتلندا لم يستطع ان يصنع شيئا للكره التي سددها مهاجم بيرو الخطير كوبيلاس، هذه صوره طبعا كوبيلاس يعني قذيفتين اسكتلندا. صحيح، صورة جميلة لطبع الراف. ننتقل الآن إلى الرياضة حول العالم العربي ونبدأ وين؟ خليج الكويت. الكويت. إيه. جاسم يتألم. ذكر جاسم يعقوب نجم نادي القادسية ومنتخب الكويت لكرة القدم أن الآلام ردت عليه أبو فهد بعد فترة طويلة من إجراء العملية الجراحية في ركبتيه، وأعلن جاسم أنه قرر السفر إلى إنجلترا لإجراء الفحوص اللازمة وعرض نفسه على الطبيب البريطاني اللي سبق سوى العملية الجراحية. وهذه صورة جاسم مع الخبر. طبعا في آخر موسم 77 وله يعني منتصف الأول من 78. نعم. غاب جاسم يعقوب عن نادي القادسية وعن المنتخب الوطني بسبب الإصابة اللي حلها، لكنه رجع في دورة الألعاب الأسيوية في بانكوك. نعم. طبعا ننتقل كذلك أو انتم في الكويت ونتكلم عن الكويت تشترك في سباق قطر الدولي للخيول. أعلن الشيخ خالد الأحمد الجابر الله يرحمه رئيس الهيئة العليا للسباق الخيل بالكويت أن الهيئة وافقت خلال اجتماعها على المشاركة في السباق الدولي للخيول الذي نظمته قطر يوم 22 فبراير. هذه صورة للشيخ خالد الأحمد رحمة الله. رحمة الله عليه. الشيخ خالد الأحمد كان يعني من الداعمين للفروسية في تلك الفترة. نعم. طبعا ننتقل الى خبر ثاني. ابو فهد محمد كاظم يكتب من القاهره: بعد قنبله الشافعي ماذا يحدث الكره المصريه؟ الامتحان الصعب امام الاتحاد الجديد في الجزائر. هاي صوره لفاروق جعفر غاضب وهارب، هذه صوره لمصطفى عبدو اول المصابين. طبعا هذا نجوم الكره المصريه في السبعينات وبدايه الثمانينات. فاروق جعفر كان الجمهور الزمالك يقول رؤيا فاروق. ردينا على النجوم ما يصير عاد ما نعرض بيبو الخطيب محمود الخطيب. صورة حلوة محمود الخطيب، صورة جميلة لبيبو محمود النجوم المميزين في الكرة المصرية. طبعا راح ننتقل الآن. أنا شفت خبر اللي هو طه بصري ولماذا سيعتزل رحمة الله عليه. يعني هذا 17 عاما في الملاعب دون شنو انذار، ما أخذ انذار، ما أخذ انذار. تصور بفهد يعني من مصر إلى الكويت. أنا بقرأ بس هالفقرة وبعرض أوكي. الصور طبعا في فبراير 71 يقول: حصلت على استغناء مشروط من نادي الزمالك لألعب للنادي العربي للكويت على أن أعود للزمالك مع استئناف النشاط الموسمي للكرة المصرية، وكان يلعب للعربي وقتها حارس مرمى الزمالك سمير محمد علي. صحيح. واشتركت يقول مع فريق العربي في بطولة أندية آسيا اللي قيمت في تايلند. صحيح. ووصل الفريق للدور قبل نهائي البطولة، وخلال وجودي هناك حصل النادي العربي على كأس الأمير مرتين وكأس الدوري المشترك مرة واحدة، وظلت تلعب هناك حتى يونيو عام 1974. يقول: لكن وجودي بالكويت يعني لم يقف حائلا، يعني ما عاقني أني يعني أنال شرف الاشتراك مع الفريق القومي في مباريات بطولة أفريقيا بالخرطوم والقاهرة. طبعا الكل يعرف بعد النكسة 67 النشاط الرياضي في مصر وتوقف،
فأصبح نجوم مصر حسن شحاتة ومدحت فاؤوسة وأيضا طه بصري وسمير محمد علي كلهم اتجهوا إلى الكويت. وصلنا التجوري أبو غازي إن شاء الله. تجوري أبو فهد ودي طبعا عرض هذه صورة يعني للاعب أنا يعني من يعني أساطير كرة القدم الأوروبية اللي أزيبيو. هو أزيبيو لاعب منتخب البرتغال وهداف كأس العالم. أعتقد نادي بورتو بعد كان. لا كان بنفيكا. بنفيكا عفواً. طبعاً أزيبيو نجم أزيبيو أو يسمونه الفهد الأسمر نجم منتخب البرتغال وهداف كأس العالم 66 ورصيد 9 أهداف وحصل مع منتخب البرتغال لأول مرة يوصل كأس العالم يحصل على المركز الثالث مع الصورة الجميلة للنجم البرتغالي أزيبيو. نصل أعزائي المشاهدين لنهاية حلقتنا تقبلوا تحياتي. تحيات أخوكم فهد عبد الجليل إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.